Čím je to? Od těch potáků. Mixava, mixava. وقلنا ان الفيلد هنا اللي بيطلع من
الدريفن اليمنت ده بيكسايد كارنت على الاليمنتس الثانيه، بس الاليمنتس الثانيه دي بتبقى القصيره بتبقى كاباستيف لانك بس في بالكارنت ايه؟ بالكارنت بي ليد بالاي اي باور بوستيف جي فور والاليمنتس دي تبقى اندكتيف بالكارنت في لاج يعني ايه؟ اي باور نيجاتيف جي فور بمعنى كده كان الكرنت لو ده اعتبرناه الري الاليمنتس الكرنت فيه كل شويه مع الاليمنت بياخد بروجريسيف فيز شيفت يعني كل شويه الفيز شيفت بتاعه بيزيد وانا ماشي كان بالنيجاتيف وصل لزيرو هنا لو اعتبرنا ان الدريفن اليمنت بتاعنا هو الريفرنس بتاعنا فالفيز بتاعه زيرو بعد كده الفيز بتاعه بيزيد بمعنى كده ايه؟ انا عندي الري الاليمنت بتاعته الفيس بتاع كل شوية بيزيد معايا ده يخليني ان انا الراديشن باتر بتاعه دايركتد في الاتجاه ده عن الاتجاه ده مدام كباستيف يبقى كرنت ميت انما كان هي الميتنس نيجاتيف نيجاتيف جي يبقى دي على الكار الفيس بتاع الهاي أكثر كل الفيس بتاعك. مشكلة كده يا جماعة؟ ها؟ طيب. السؤال هو الريفليكت مش رسمتها ايه؟ ما انا بقول لك انت بتعمل بروجريسيف في الشيب فممكن ده بيخلي لك فيه اندكتيف اليمنتس قبلها وده بيخلي لك فيه كباستيف اليمنتس بعدها انت ممكن تخليه ريفليكتورز بس ويجيبوا بروجريسيف في الشيفت او الدايركتورز بس وفي بروجريسيف في الشيفت او الاثنين مع بعض طبعا كل ما بنعمل كده كل ما الدنيا يبقى الريفليكتورز بس ينفع دايركتورز بس ينفع الاثنين مع بعض طبعا يبقى طيب ده بقى تبقى نارو باند ولا وايد باند؟ لو بتفتكروا تجربه المعمل اللي اخد تجربه المعمل كنا قلنا ان هي بتبقى وايد باند اللي وايد باند عشان كل ده يكون بيرزونيت في حته هو اي واحد من الريفليكتورز الريفليكتورز اللي هي الطويله كنا قلنا ان في تجربه المعمل اللوج بيريودك اري مين هنا كان حضر في الروتر انتنا؟ الروتر انتنا كنا اتكلمنا فيها وقلنا ان احنا الانتنا بتاعتنا منها كاس تايكون مع بعض فتبقى وايد باند الوايد باند عشان كل ده يدوب بيرزونيت عند فريكونسي قريبه من الثانيه ده مثلا بيرزونيت لما يبقى طول لمده على 2 ده بيرزونيت لما يبقى طول لمده على 2 بس عند بس هو طوله يعني طوله اقصر فالفريكونسي بتاعته تبقى اعلى سن ده طوله اطول الفريكونسي بتاع الريزونانس بتاعته ايه؟ اقل سن فلما يكون كذا فريكونسي كذا كده جنب بعض فيديه ايه؟ وايد باند بس الكلام ده في اللونج بيريود في الياج كده لا ما بتبقاش وايد باند بتبقى نارو باند ليه؟ هو واحد بس اللي بتعمله لان انا ببقى شغال على الفريكونسي بتاعت الريزونانس بتاع ده عشان يبقى الالمنتس دي كاباستيف والالمنتس دي ايه؟ اندكتيف واضح يا جماعه؟ عشان انا شغال على الريزونانس بتاع الاولاني ده اللي انا بعمل له اكسايتيشن. هو ده سؤال ازاي يقدر تستخدم في التلفزيون وهي بتشتغل على فريكونسي واحده بس؟ هو بتبقى ليها باند ويدث يعني باند ويدث بس اصغر من اللوج بريدر ايه؟ بتنزميت عند الفريكونسي بتاعت الالمنت دريفن ده بس هو كده كده اي ريزونانس بتبقى ليها باند ويدث عادي مش بحط كذا مره تانية وايد باند عشان كل الالمنت بيبقى اكسايتد لوحده متحكم في الاكسبكتيشن بتاعته واحد من الكار هيفرق ان هو بس فاروق عشان مكانه صح؟ لا يعني لا اطول بقى طوله قصير فبيبقى الريسورس بتاعه ابعد في المكان بس عن الفريكونسي ولا عشان طوله قصير فالكار بيبقى دي اي 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 انت
لو ايه اللي داش بقى اقل من الاخضر اتنين؟ يعني او ايه اللي داش اقل من ايه اللي ضيبوط؟ بقدر اتحكم بقى في الامبيدنس، اغير الامبيدنس بتاعته بتتغير بتغير من ايه اللي داش دي. مش مشكله الاكسبريشنز بتاعتك او الاكسبريشن بتاع الانبوت امبيدنس ايه كفانكشن في ايه اللي داش وايه اللي ضيبوط. دي مش مشكلتنا دلوقتي. بس المهم انك تبقى عارف ان انا عن طريق ان انا ممكن اعرف ايه اللي داش ديت بحيث ان انا ايه يبقى عندي طول معين من الدايبول بظبط عليه الامبيدنس بتاع الدايبول عادي اللي انا عايزها. مثلا عايز الدايبول اللي بيسند عند لمده او لمده على 2 او لمده على 4 اي حاجه. وفي نفس الوقت مش مرتبط ان ال داش تبقى زي نفس الايه؟ ال بتاع الدايبول. فاقدر اتحكم في الايه في الامبيدنس اللي انا شايفه منين. هو لما بتزيد الدايبول دي بتزيد عن ال داش الامبيدنس ولا بتزيد؟ ما انا بقول لك الامبيدنس انا مش هشوفها من هنا تبقى فانكشن الامبيدنس بتاع الدايبول والامبيدنس اللي هي بتاع الترانسميشن لاين. عشان احنا قلنا في بيعملها اناليسيز اللي هو الترانسميشن لاين اناليسيز واللي قلنا اناليسيز اللي هو ايفن وزي ايفن وات كومن وذ فيتشر اللي احنا عملناها في الترانزكشن فين؟ في الفولدر. فهنا بقى الفريتشر بقى هيقابل اللي هو ايه اللي داش والكومن هيقابل طولين تانيين. لا حسب حسب الميزه بتاعت الدايبول العادي. الميزه بتاعت الدايبول العادي اللي انت بتاعت الدايبول لما بتزيد الميزه بتاعت الدايبول بتبقى مع فانكشن معينه. يعني مش مهم ايه الفانكشن اللي انت بتلاقيها زي كثيره في كثيره احب نزيد معاها. يعني احنا لو خدنا اكسبريشنز كده لو شفنا اكسبريشنز للدايبول ريزيستنس معقول في اللي هي بتزيد معاها بس الفانكشن بس زي بس ايه ده دي بقى دي انبوت امبيدنس مش الراديشن امبيدنس او مش 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 الامبيدنس بتاعت الانتنس نفسها. لا الانبوت امبيدنس انا شايفه فبظبطها عن طريق الايه؟ تغيير الليفل ده. هو بيقول ان احنا لو زعلنا يزيد فضل الدايبول فاحنا ملزمين ان الطول بتاع يعني فضل الدايبول عامل كده فاحنا ملزمين ان الطول ده قد الطول ده. فمهما غيرنا في الانتنة ملزمين ان انت برضه مغير في الايه؟ في الطول ده. وساعتها بيبقى اربع اضعاف بس. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا الانتنة ديت مثلا 70 هيبقى 74 82 يعني دايما اربعه. بفرض ان هو ده مثلا لمده على 2 او 3 لمده على 2 او كده. هنا بقى بيقول لك انا مش مجبر على كده. انا ممكن اخلي الدايبول ده لازم ساعات نقطع على 2 وانا عايز حاجه. يعني انا الدايبول ريزونيت عادي بس انا مش عايز الامبيدنس 7 4 اضعاف. افرض عايزها 3 اضعاف ضعفين بس بتتحكم ازاي؟ انا عايز اعمل بقى ماتش. انا مش بعمل انتنا طول حاجه معينه. لا انا عايز الانتنا يبقى طولها نقطع على 2 مثلا بس عايز الانبوت امبيدنس مثلا يبقى 3 اضعاف الانتنا مش 4 اضعاف او ضعفين. يعني لا هو الميدس بتاع الانتنه ولا هو اربعه في الميدس بتاع الانتنه. فكاني بقى بعمل حاجه ما بين الدايبول العادي وما بين الايه؟ الفوت الدايبول. فبيسموها تي ماتشنج. هو يعني لا ما هي لما يتقدوا هتبقى فوت هيبقى فوت الدايبول. المفروض ان هو راجع السباق.
كل ده مش حتى عنده مشكلة كده؟ يا جماعة حد مش فاهم حاجة؟ طيب هو بقى بيقول لك الدي ماتش ده مناسب للحاجات اللي بعملها فيلينج تو واير سيستم، لكن الحاجات اللي لو انا بعمل فيلينج دايود تو واير، لكن لو عملها فيلينج كواكسل كيبل فاحسن لي اصلا حاجة اسمها بابا ماتش. الجاما ماتش ده عامل ازاي؟ ده بيبقى كواكسل كيبل كده عادي. بس كواكس الكيبل ده بيطير ارض من الدايفور اللي هنا بكونتاكتور. لا بلاش الامام الازرق. ازرق؟ يعملوا ايه؟
ريزونانس يخلي الايماجينري بارت بزيرو والريال بارت مظبوطه ازاي؟ عن طريق سطح الايه؟ ال ال داش دي. يبقى احنا عن طريق سطح ال ال داش والسي بقدر اخلي ان الامبيدنس اللي انا شايفها من هنا اللي هيكون من الامبيدنس ديت بقدر اظبطها ان هي تبقى ريال بارت بس ريال بس ديت اللي انا بخلي الايماجينري بارت بزيرو اللي انا بعمل ريزونانس. وان الريال ده كمان قد الايكو انفيدنس بتاع الايه؟ بتاع الكوكسيد كيبل. ليه ما حطش السي؟ لو ما حطش السي يبقى انت عندك في جزء ايماجنري. يبقى طب انا شفت الايماجنري اصلا. ينفع ما احطش السي على كده؟ يعني انت المشكله انك ممكن تظبط ديت لو ظبطت ديت وان انت ما عندكش ايماجنري برضه ما تحطش كده بس ما عندكش. ايه؟ في جدول كده بيقول لك ان هو خلاص بقى ليه 11 خلاص ما ينفعش تسمعها وهي كبيره على حسب الطول ده قد ايه؟ ان هي بتبقى كانها شورت سيركت فبتدينا اندكتنس اللي هي ايه؟ زي ما قلت لك فالاندكتنس ديت فيها قيمه معينه على حسب ايه؟ اللي هو الطول ده الان كام والفريكونسي كام يعني على حسب قيمه الاندكتنس ديت بقى بحاول اظبط الكباسنس معاها بحيث يحصل ريزونانس. بس طبعا مش هي دي الانتربتنس اللي انا شايفها لان احنا قلنا ان دي انتربتنس معقده شويه. معقده بيبقى لها بارلل بيبقى بيعمل ايفن مود وورد مود اناليسيس. هو القانون بتاع ده موجود في سلايس؟ لا موجود في الريفرنس. فهتستنس عليها. يعني ان شورت سيركت ترانسميشن لاين ده لو بيبقى في ترانسميشن لاين شورت سيركت بيبقى ليها جيسس بنقول تحت ده بقى مع الانبوت امبيدنس من هنا الانبوت امبيدنس من هنا فانكشن في الزد دايبول وزد ترانسميشن لاين فبيبقى فانكشن كبيره بيبقى جواها برضه الاندكتنس يعني ما تبقاش هي دي الاندكتنس الحقيقيه بس الجزء من التوتال الاندكتنس بتاع الزد انبوت دي اللي هي ار انبوت بلس جي اكس انبوت جي اكس انبوت هي اللي بتبقى نتيجه الاندكتنس دي مش سواء بالظبط بس النتيجه دي طيب اضيعها ازاي بقى؟ ان انا احط الايه؟ كباسلس يا جماعه لو حد بيسال السؤال ده ليا كلنا ايه اللي طب دايبول مطلوب دايبول اللي هو جيلا دي اللي انا مظبوطه على حسب الريزونانس اللي انا عارفه ايه اللي داش ديت؟ اللي هو ايه بعمل جزء من الفولد بس بقى مش بعمل الفولد كله مش بعمل الطول ده زي الطول بتاع الدايبول لا بعمله جزء معين عشان اظبط بس الانبوت امبيدنس اظبط ان هي تبقى قد الكوكس فايه اللي داش ديت؟ لو بقت قد مثلا نص ايه اللي دايبول في الحاله دي فكانه عامل نص فولد الدايبول هنا ولو قد سيد الدايبول هنا كان عامل كل الدايبول هنا. ازاي يجوز ان انا بقيت تكوين بقيت من اسمه بس ده ترانسميشن لاين اللي هو فوق ده بتاعته ريزيستنس فما ينفعش انا هات بقى لا انا مش بهات ريزيستنس انا مش بهات ريزيستنس انا بقول لك قصدي عشان يفهم ريزيستنس مظبوطه ازاي؟ نتيجه على الانس الشبه على الانس بتاع فوق قصدي ما قلتش ما ينفعش ريزيستنس بتاع الانس ده ايوه بقول لك انا ديت بقول لك هي بتاثر في الجي اكس انبوت مش هي بتسويه. هي بس يعني في هنا اندكتنس، الاندكتنس دي نتيجه الاندكتنس اللي انا شايفها في شورت سيركت ده، بس بتسويها بقى لان احنا قلنا بنعمل اناليسيس كبير اللي هو ايفن اناليسيس وود اناليسيس كومن ريفليكشن زي اللي عملنا في الفولد بس هنا هيبقى جنرال لان الان دايبول غير الان داش فبيبقى اناليسيس معقد اكتر بس برضه بيطلع لي فيه برضه ريال بارت وايماجنري بارت او بيبقى تلاقي بيطلع لي ست انبوت اكسبريشن كبير كده الاكسبريشن ده هنسميه ريال وايماجنري الايماجنري بقى نتيجه الايماجنري يعني بيبقى مديك كذا كوفيشن بس اهم سبب فيه ايه؟ بس ده الانتربتنس اللي مش
بتشوفها من اي شوت سيركت او شوت لايف او الانبوت امبيدنس اللي بتشوفها من يعني اي شوت لايف اخر شوت سيركت بس شفته ست ايه كنت اعمل ايه؟ لو ده